السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حصة جديدة إن شاء الله. إذا ففي هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف على وحدة جديدة، ألا وهي الوحدة الخامسة، التغذية والتنفس والصحة. ففي هذه الحصة سنتعرف على مصادر الأغذية التي نتناولها. نمر الآن إلى الهدف التعلمي من خلال هذه الحصة. أحدد مصادر الأغذية التي أتناولها الانطلاقة. ألاحظ بعض الأغذية التي أتناولها خلال وجباتي الغذائية. إذن كما جرت العادة دائما نبدأ بتحليل الصور. إذن كما تلاحظون لدينا صورة. إذن الصورة تمثل فتاة وأمامها وجبة غذائية مكونة من مجموعة من العناصر. إذن من بين هذه العناصر أو من بين هذه المكونات لدينا طماطم، قطع من الخيار، ثم كأس ماء، ثم تفاحة، ثم قنينة جبن، ثم صحن به أرز وقطعة لحم. إذن هناك كما تلاحظون أن هناك تنوع من ناحية التغذية، حيث يمكن تصنيف الطماطم وقطع الخيار إلى خضر، ثم الماء إلى أملاح معدنية، ثم التفاحة إلى الفواكه، ثم الأرز إلى طائفة الحبوب، ثم قطعة لحم إلى اللحوم، ثم قنينة جبن إلى طائفة الحليب ومشتقاته. إذا لا شك أنه لديكم سؤال أو يتبادر إلى أذهانكم سؤال فيما يخص هذا التنوع الغذائي. إذا السؤال المطروح هنا هو كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها؟ إذا التمييز، إذا التمييز هنا سؤال عام، إذا يمكننا أن نميز على حسب مجموعة من المعايير. إذا يمكن تمييز الأغذية إلى نباتية، حيوانية، معدنية، مصنعة، مستوردة، مالحة، حلوة، مرة. نباتية كما أشرت إليه سابقا مثل الطماطم وقطع الخيار التي لاحظناها في الصورة، حيوانية مثل قطعة اللحم، معدنية مثل الماء، مصنعة أو مستوردة مثل قنينة الجبن، مالحة مثل الأرز، حلوة مثل التفاحة، مرة مثل الليمون. إذا هناك التصنيف على اعتمادا على معايير مختلفة، حيث يمكن تصنيف نباتية، حيوانية، معدنية على حسب معيار المصدر، ثم مصنعة، مستوردة على حسب معيار الإنتاج، ثم مالحة، حلوة، مرة على حسب معيار الذوق. إذا للتحقق من الفرضيات دائما نمر إلى الاختبار. إذا أبحث في وثائق خاصة بالتغذية عن مصادر الأغذية التي أتناولها. إذا هذا السؤال أو هذا يعتبر بمثابة عمل منزلي يجب عليكم القيام به في المنزل. نمر الآن إلى الجملة الثانية. أصنف بعض الأغذية التي أتناولها حسب مصادرها. إذا كما تلاحظون لدينا مجموعة من الصور. إذا الصورة الأولى تمثل خبز، ثم الصورة الثانية تمثل حليب، ثم الصورة الثالثة تمثل سكر، الرابعة ماء، ثم الخامسة بيض، ثم السادسة لدينا بطاطس، ثم الصورة رقم 7 لدينا ملح الطعام، ثم الصورة رقم 8 لدينا لحم. إذا لدينا هنا مجموعة من الأغذية. المطلوب هنا هو تصنيف هذه الأغذية حسب المصدر. عندما نتحدث عن المصدر الغذائي يعني هل هو نباتي أم حيواني أم معدني. إذا نبدأ بالصورة رقم 1 لدينا الخبز. الخبز نحصل عليه انطلاقا من الحبوب، والحبوب يمكن اعتبارها بمثابة نباتات، لذلك نقول أن مصدر الخبز مصدر نباتي. الصورة رقم 2 تمثل حليب، والحليب مصدره هو البقرة، والبقرة عبارة عن حيوان، لذلك سنقوم بتصنيفه ضمن المصادر الحيوانية. ثم الصورة رقم 3 لدينا السكر. إذا السكر مصدره هو النباتات، لذلك سنقول أن مصدره مصدر نباتي. ثم الصورة رقم 4 لدينا الماء. الماء يمكن تصنيفه ضمن طائفة الأملاح المعدنية، لذلك سنقوم بكتابته في خانة المصادر المعدنية. ثم الصورة رقم 5 البيض. البيض دائما نحصل عليه من طرف الدجاجة، والدجاجة عبارة عن حيوان، لذلك سنقوم بكتابة البيض في خانة حيواني. ثم الصورة رقم 6 التي تمثل البطاطس. البطاطس نعلم أنها تصنف ضمن الخضروات، وهي بمثابة مصدرها النباتات، لذلك سنقوم بكتابة البطاطس في النباتات. ثم
الصورة رقم 7 ملح الطعام. ملح الطعام عبارة عن يمكن تصنيفه هذه من طائفة الأملاح المعدنية، سنكتبها في خانة المصادر المعدنية. وأخيرا الصورة رقم 8 اللحم، واللحم مصدرها حيواني لذلك سنقوم بكتابتها في خانة المصادر الحيوانية. إذا كما جرت العادة دائما عند نهاية الحصة دائما نهاية الحصة تكون بخلاصة. إذا أملأ الفراغات بما يناسب، نباتي مصدرها متنوعة معدني حيواني. إذا لدينا خلاصة ولكن تنقصها مجموعة من الكلمات، سنختار الكلمة المناسبة في المكان المناسب للحصول على خلاصة الدرس. إذا سنقول الأغذية التي أتناولها متنوعة كما أشرت إليها من خلال الصور، يمكن تصنيفها حسب مصدرها. إذا يعني المعيار المعتمد هنا هو المصدر، حيث يمكن تصنيفها حسب مصدرها إلى أغذية من مصدر نباتي كالخضر والفواكه والحبوب، وأغذية من مصدر حيواني كاللحوم والحليب والبيض، ثم أغذية من مصدر معدني كالماء وملح الطعام. إذا خلاصة الدرس أن يمكننا تصنيف الأغذية حسب معيار المصدر إلى نباتية حيوانية معدنية كما تطرقنا إليه مسبقا. إذا نهاية الحصة دائما تكون على شكل تمرين تطبيقي أو أستمر. إذا أحدد مصدر كل غذاء. إذا لدينا مجموعة من الأغذية، من بين هذه الأغذية لدينا السردين، الجزر، ثم الياغورت، ثم الأرز، ثم التفاح. المطلوب من السؤال هنا هو تحديد مصدر هذه الأغذية. السردين يمكن تصنيفه ضمن طائفة المصادر الحيوانية لذلك سنكتب أن مصدره حيواني. الجزر يمكن تصنيفه ضمن طائفة الخضروات لذلك سنقول أنه نباتي. ثم الياغورت مصدره الحيوانات لأنه يدخل ضمن طائفة الحليب ومشتقاته لذلك قمنا بكتابة حيواني. ثم الأرز يدخل ضمن طائفة الحبوب، والحبوب نعلم أنها نباتية لذلك كتبنا نباتي. ثم التفاح يدخل ضمن طائفة الفواكه، والفواكه مصدرها النباتات لذلك سنكتب نباتي. إذن انتهت حصة اليوم، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.